بزاف ديال الحوايج في هذه الفتره ديال الحجر الصحي. تعلمت نبقى في الدار، تعلمت نعطي وقت للدار، نعيش مع احبابي بزاف، نخاف عليهم اكثر من اللي كان واكثر من قبل. اهم حاجه خرجت منها في هذا الحجر الصحي هو اننا نبقاو متضامنين وديما مجموعين، هادشي باش نقضيو على اي كارثه ممكن تكون. السلام عليكم ورحمه الله، معكم جمال العبابسي، ممثل مغربي. في هذا الظرف الاستثنائي اللي كنمروا به، اللي ظروف يعني عندها علاقه بهذا الوباء، فهذا الحجر الصحي استفدنا منه بزاف. ولينا كنغسلوا الماء، ولينا كنجمعوا الصابون كنشروه، ملي كينشف كننزلوه، ولينا سيدي كنطلعوا الزرابي كنشروهم كنشمشوهم ونقلبوا السدادر ونجمعوا الدار ونسيقوا ونجمعوا ونشطبوا ونرتبوا ونقابلوا وليداتنا. كل شيء هذه الاشياء كلها مزيانه. السلام عليكم، معكم الفنان مراد اسمر. طبعا هاد فتره الحجر الصحي قد ما كانت صعيبه نوعا ما، ولكن كانوا فيها اكيد ايجابيات، يعني ما كتخفى على حتى شي واحد. انا شخصيا وليت كندير شي حوايج اللي ما كنتش كنقدر نديرهم، بحال الرسم رجعت نرسم عاوتاني، وكنرجع نكتب والجلوس مع الذات والتفكير، التواصل مع الاقارب ولو عبر المواقع التواصل الاجتماعي، يعني كاين وقت باش تتكلم في مواضيع معينه. وكاين بعض الايجابيات اللي هي عامه اللي ما كتخفى على حتى شي واحد، بحال البيئه، كاين واحد النظافه في البيئه، كاين واحد القله في حوادث السير، وهذه اشياء ايجابيه. وكنتمنى هاد المحنه تدوز ونكونوا استفدنا استفاده ايجابيه اللي نقدروا نكملوا بها باش نكونوا دائما احسن واحسن.